هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج آفاق شبابية. هذا البرنامج اللي كالعادة يسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون الشباب وبالتعاون والتنسيق مؤكدا مع الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب في رزنامة مليئة بالأنشطة والفعاليات الصيفية القيمة. اليوم متواجدين في ساحة الجهراء الرياضية، هذه الساحة الجميلة صراحة اللي تزخر بتواجد عناصر شابة طموحة من خلال بطولات متنوعة. ليس الحديث اليوم عن كرة القدم فقط، لكن أيضا هناك فعاليات أخرى وأحداث رياضية تنظم من قبل الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع محافظة الجهراء، محافظة الجهراء اللي قدمت الكثير والكثير لإنجاح هذه الفعاليات في هذه الفترة الصيفية. راح نشوف اليوم بطولة كرة القدم المفتوحة واللي من خلالها تنافس ومواهب، مواهب كويتية حاضرة، لكن فاصل وبعدها راح نواصل. نجاح أي بطولة للأمانة يقترن بعمل منظم وأكيد مدروس من قبل اللجنة المنظمة لإنجاح أي حدث رياضي أو أي فعالية أو أي نشاط. كامل الشمري من رياضي المخضرمين المعروفين صراحة في الجهراء، وأيضا لا يخفى عليه الأمور الرياضية من اللجنة المنظمة، راح نستوضح من خلال هذه البطولة اللي للأمانة سنة بعد سنة قاعد تأخذ زخم كبير ومشاركة فعالة من خلال محافظة الجهراء وأيضا من خارج محافظة الجهراء. كامل الله يعطيك الصحة والعافية وعساكم على القوة هالبطولة اللي ما شاء الله الملعبين شغالين والمباريات نار صراحة. الله وشي الله يعافيكم، مشكورين طبعا لاستضافتكم لنا، وبعدين نشكركم على حضوركم في الأجواء الحارة وعناكم يعني من بعيد يعني للجهرة، وهذا شيء تشكرون عليه، واجبكم لكن هم تشكرون عليه يعني صراحة. قلت واجبنا. اي واجبه بس تشكرون عليه. لو تكلمنا للأمانة عن هالبطولة، هالسنة يمكن أخذت منحة آخر، أيضا لجانب هالبطولة في بطولات وأنشطة عديدة صيفية. إيه. بالنسبة للبطولة وغير يعني احنا هني بالجهرة الإخوان ما قصروا، يعني مشكورين بالهيئة العامة للشباب والرياضة متمثلة بالشيخ أحمد المنصور ونائبي طبعا الدكتور حمود فليطح والإخوان في الهيئة الرياضة اللي هم الإخوان حامد الهزيم ووليد سلطان وأيضا أحمد الصايغ اللي يقومون يعني بجهود كبيرة وحثيثة لطبعا راحة الشباب، رغم ان الجو الحار اللي مثل ما انت شايف يا اخوي رايد. فطبعا هذه البطوله طبعا تقام بالجهره وطبعا عده انشطه يعني بس كره، مو بس كره القدم يعني، في السله، في الطايره، في البلياردو،
في التنس وفي البيفوت وجميع الألعاب موجودة الآن تقام بعد كرة القدم إن شاء الله راح نقوم فيها مع التعاون مع الإخوان في الهيئة العامة للشباب والرياضة. من الأمور الجميلة في هذه البطولة أيضا طاقم تحكيمي على مستوى جيد صراحة وعالي من الخبرة في عالم كرة القدم، حسين اليتيم والحكام صراحة الخلوقين ومميزين دائما، سواء كان لايمن وايضا في حكم ساحه، حكم ساحه اليتيم ولا لا قبل ما بلش عن البطوله؟ اي نعم حكم ساحه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا حكمت في الاتحاد مساعد وحاليا في البطولات والدورات الخارجيه قاعد احكم ساحه، فعندي الخبره ساحه ولايمن، بس انا بالاساس حكم لايمن. هذا المميز صراحه حتى للامانه من خلال البطوله اللي قاعد اشاهده الشخصيه مغايره تماما لحسين من خلال البطوله، ما يرد عليك، كلمنا على البطوله واجواء البطوله وايضا مشاركتكم كطاقم تحكيمي اكيد يمكن انضباطيه وصرامه دائما تكون حاضره. والله للامانه يعني يشكرون المنظمين على البطوله الحلوه هذه، تنظيم جدا رائع والفرق ايضا يعني خوش فرق يعني معظمهم احنا محكمين لهم الدورات الرمضانيه كلها فرق قويه وللامانه في تفاوت. الاغلب يتقبل منك القرار لكن في حالات بسيطه انه ما يتقبل وقد يكون ما عنده يعني علم القانون، ساعات يجادلك في شغله خطا 100% يعني، لكن هذه حالات نادره. الاغلب يعني الحمد لله اللاعبين يمتازون بالاخلاق والاغلب يعني ماشي الامور معنا الحمد لله. متواصلين في تغذيتنا لبطولة كرة القدم المفتوحة في ساحة الجهراء وأكيد الأجواء ما شاء الله مميزة وحضور للشباب في هذه البطولة مشاركة واسعة أيضا ما شاء الله كل الجماهير أيضا حاضرة تتابع متفاعلة مع هالمباريات، يعطيك العافية. الله فيك كابتن. كلمنا عن هالبطولة ما شاء الله اللي بساحة الجهراء اللي ما شاء الله نشوف تفاعل كبير صراحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله بطولة الهيئة هي تابعة لهيئة شباب رياضة، كل سنة يسوونها تقريبا، سووا دورة الشواطئ سو بالجابريه بعد توقع مو قصر الهيئه من الحكامه من اللجنه من كل شيء، والله تنظيمها جدا رائع. بالامانه حضورك مشارك ولا جاي تشجع شباب؟ مباراتنا ان شاء الله الثانيه باذن الله. وانت تلعب؟ لا قلتي كفو كفو كفو. بشكل عام للامانه في الفتره هذه الشباب يمكن يطالب مثل هذه البطولات. اكيد عندهم وقت فراغ وايد ما في الماس كل دورات الشيء هي شباب رياضه بس اللي قاعد اشوف المتفاعل على الشغله هذه غيره ما نشوف اي دورات. نشكرهم يعني هيئه الشباب الرياضه. كابتن دائما يقولون الجهراء ما شاء الله تزخر بالنجوم والمواهب، يعني من خلال هالبطولات شلون تشوف المستوى اللاعب؟ ما شاء الله نشوف دائما مستويات قويه مواهب. لعيبه الجهراء تركيزهم كله على السكه، تقول له نادي يقول لا ما العب نادي، اهم شيء سكه دورات ما تفعل. ليش؟ في تحدي بين الفرق المنافسه بين بعض. تحدي بتحدي وتوصل الدورة بس. الإثارة والندية والحماس متواصلة في هالبطولة للأمانة في ساحة الجهراء الرياضية اللي من خلالها تنافس قوي، فريق من الفرق القوية والمرشحة يمكن فريق التانجو ونجم من نجوم الكرة المعروفة محمد شمير، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، أول شيء مساكم الله بالخير، شاكر لكم على تفاعلكم التواصل الإعلامي خصوصا البطولة اللي يقام عليها مركز شباب الجهرة مع محافظة الجهرة، صراحة إعداد أكثر من طيب، رعاية أكثر من طيبة، مهتمين بالشباب في الجهرة هني وأحسن يعني متعت الشباب جمعتهم. أفضل شيء بالبطولات الخفيفة البسيطة هذه أنها يعني تخف من طلعة الشباب برا، تبسطهم تسليهم أكثر، هذا انت قاعد تشوف قاعد نتعلم من بيوتنا قاعدين نلعب هنا افضل من نروح مكان ثاني، او الشباب الصغار هنا مثل ما انت تشوف انهم يغلطون او شيء، فالدورات هنا افضل لهم انهم يلعبون هنا دورات رمضانيه او دورات نفس هذه الدورات اللي تصير الخفيفه البسيطه. جميل بجاسبك التوقيت ايضا توقيت حلو، حل فتره صيفيه. صحيح جدا ممتازه يعني الفتره هذه وبعز الحر هذا بالنسبه احنا كلاعبين كره قدم ما عندنا شيء نشغل بالنا فيه الا كره القدم، فالدورات هذه تريحنا ويعني تعطينا مجال اوسع ان احنا نلعب ونمارس رياضتنا اللي احنا نبيها. تانجو الفريق ها؟ تانجو الفريق اكيد ناويين على البطوله؟ اوه باذن الله يا حبيبي. الحماس والاثاره حاضره في البطوله المفتوحه لكره القدم في ساحه الجهراء، ايضا من المتالقين فريق الاكاديميه، يعطيك العافيه. عرفنا باسمك بس؟ محمد عبد السميع. محمد عبد السميع فريقهم فاز وقاعد يشجعون برا بحماس صراحه، يمكن العنصر اللي فاجئ الفريق الثاني حماسهم وتشجيعهم اللي حاضر، شلون كانت المباراه وفوزكم بهذه المباراه؟
الحمد لله على الفوز اولا. ثانيا المباراه طبعا كانت صعبه جدا، فريق قدامنا فريق محترم فريق قوي، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نسجل هدف وضيعنا كمان ضربه جزاء والحمد لله 1-0. شلون شفت يعني اكيد هالبطوله من خلال ساحه الجهره والهيئه العامه اللي وفرت هالبطوله باجواء اكيد مشاركه كبيره للفرق؟ والله كل الاجواء ممتازه، احنا مستمتعين فعلا باللعب في البطوله دهيت، وبنشكر كل القائمين على التنظيم وبصراحه حاجه جميله جدا. العافيه، اتمنى لكم التوفيق. ايضا نجم من نجوم الفريق اكيد اللي فاز في هالمباراه، عرفنا باسمك؟ وليد فوزي عبد الوارث. وليد فوزي، وليد كان دينمو الفريق صراحه، شفناه وربعه برا قاعد يشجعونه وقاعد يقول له بصي ده وخلنا نبصي ده وصدق نهى المباراه. وليد تكلمنا عن المباراه بشكل عام وفوزكم. والله بسم الله الحمد لله على كل شيء ان احنا فوزنا الحمد لله، ويعطيكم العافيه على التنظيم وعلى التعب اللي انتم بتتعبوه طبعا منظمين الدوره وكل المسؤولين، والحمد لله يعني احنا تعبنا في الملعب وربنا خلى تعبنا بفوز يعني الحمد لله، الحمد لله على الاداء والنتيجه يعني. جهود مبذولة لمختلف الجهات الأمانة ووزارات متعددة دائما في متابعة حثيثة لحفظ الأمن وأيضا السلامة لمختلف البطولات التي تقام. اليوم صراحة من الجنود الحاضرين والمجهولين في هذه الفعالية وهذا النشاط سواء الأسعاف والطوارئ الطبية أو أيضا وزارة الداخلية اللي قدموا الكثير والكثير من خلال مشوار هذه البطولة اليومي المتواصل هنا في ساحة الجهرة. ويانا عبد الملك من الأسعاف والطوارئ الطبية تعرف أكثر على دوركم صراحة، يعطيكم العافية للأمانة. الله يعافيك حبيبي ونعم فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في إدارة الطوارئ الطبية يعني دورنا يعني مشهود له يعني في الكويت عموما وفي مجال القطاعات من ضمنها الرياضة، فدورنا إسعافي وعلاج الحالات الطارئة والإصابات اللي بتحدث بالملاعب، فنحن بنسعى في الحالة وإذا حالة حرج استصعد علينا بننقلها إلى المستشفى إن شاء الله. هذا كل الدور اللي علينا بالطوارئ الطبية. وصلنا إلى نهاية تغطيتنا هنا في ساحة الجهراء الرياضية لهذه البطولة المميزة والمثيرة بتفاعل أكيد الشباب والمشاركة الواسعة من خلال بطولة كرة القدم المفتوحة. بالتوفيق للفرق المشاركة وبالتوفيق أيضا لصاحب المركز الأول، إيش عليهم؟ كل لاعب راح يحصل على 100 دينار، وأيضا المركز الثاني كل لاعب راح يحصل على 50 دينار. الآن ما زلنا تواصلين في البرنامج لكن في جانب آخر ويا الزميلة إسراء العسكر. إسراء، صوت والميكروفون عندك، خلينا نشوف شنو الحدث الثاني في حلقتنا في برنامج آفاق شبابية. شكرا زميلي رائد على تغطية هذه الفعالية الجميلة،
واحنا الحين ايضا في الجزيره الخضراء، الجزيره الخضراء والجو عندنا رطوبه اليوم، لكن ما يمنع ان نغطي بطوله كره قدم الصابون للناشئين في الجزيره الخضراء، بطوله يعني جميله، وايضا يعني يمكن لان الطقس رطوبه، في ناس يقولون ان الرطوبه متعبه في يعني اثناء الرياضه، لكن احنا نقول الرطوبه مفيده جدا لممارسه الرياضه لانها راح تعطينا حرق للسعرات الحراريه اكثر. عموما خلينا نشوف شنو عندهم من هذه البطوله، وراح نسوي لقاءات كثيره مع اللي موجودين ونرجع لكم. مشاهدنا يسعدنا في هذه البطولة أن نلتقي في عضو لجنة بطولة كرة قدم الناشئين السيد خالد التميمي، حياك الله معنا في برنامج أفاق شبابي. الله يحييك أختي، حياك الله، يا مرحبا. كلمنا عن هذه البطولة، يعني متى تأسست ومن القائمين عليها؟ نبي نعرف المشاهد أكثر ببطولة كرة قدم الناشئين اللي في الجزيرة الخضراء. نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تنظم الهيئة العامة للرياضة بطولة اليوم ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بتوجيهات طبعا من الشيخ أحمد سعادة الشيخ أحمد المنصور مدير عام الهيئة العامة للرياضة، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح، ومدير إدارة الرياضة للجميع السيد حامد الهزيم. طبعا كل هذا دعم من الشيخ ومن الإدارة بشكل عام لتنمية الرياضة الموجودة في الكويت، وطبعا لجميع الأعمار العمرية. واليوم عندنا احنا بطولة الناشئين لكرة القدم طبعا الصابون في الجزيرة الخضراء. طبعا امس احنا اول يوم، واليوم الثاني، وان شاء الله باكر راح يكون الختام. نعم ان شاء الله، يعني باكر يكون الختام. انتصر لكم قلت لي كم يوم؟ احنا صار لنا يومين، امس واليوم. ايضا سيد خالد نبي نعرف اذا في فعاليات اخرى راح يتم يعني اجراءها في الجزيره الخضراء، ونبي نعرف بالنسبه حق المشاهد اللي حاب ينتسب لهذه الفعاليات وهذه البطولات، حدثنا يعني كيفيه الانتساب لها. نعم طبعا حاليا مثل ما قلت لك ان عندنا البطوله، وبكره راح ان شاء الله راح يكون نهائيها، وعندنا الايام المقبله في احنا منظمين حق دوره ان شاء الله، بس طبعا ملعب كره صابون للكبار يعني مو ناشئين. وحاليا 23 قاعد تقيم يعني اداره الرياضه للجميع 23 فعاليه موجوده على جميع انحاء الكويت، من ضمنها يعني في المجمعات التجاريه وفي الشواطئ وفي جميع الاماكن الموجوده عندنا هنا. بالنسبه لطبعا المنتسبين لهذه الفعاليات وهذه البطوله، هل في تكريم لهم؟ هل في جوائز ميداليات؟ نبي نعرف. طبعا احنا في كل دوره نهايتها يكون في تتويج وختام، الختام طبعا يكون عباره عن جوائز وعباره عن ميداليات وكؤوس بعد. نعم. هذه الفعاليات اللي يتم اجراءها في الجزيره الخضراء، يعني صار لكم كم سنه تقيمون هذه الفعاليات؟ طبعا الفعاليات دائما مستمره عند الهيئه العامه للرياضه، وخصوصا يعني تحديدا ممثله باداره الرياضه للجميع، احنا على مدار السنه صيفي او يعني الموسم الشتوي.
بس انا اعتقد يمكن فتره العطله الكبيره تزيد هذه الفعاليات علشان الشباب اللي يعني في فتره العطله اللي قاعدين وما عندهم شغل ينتسبون لهذه الدورات وهذه البطولات، يعني يتحركون فيها واستثمار طاقتهم بشيء مفيد. طبعا بدعم من الشيخ احمد المنصور الاحمد الصباح مدير عام الهيئه العامه للرياضه، يعني باستمرار ودعم الرياضه ونشر الثقافه الرياضيه موجوده على مدار السنه، احنا ما يعني ما الاداره ما توقف نشاطاتها طول السنه. هل تختلف نشاطاتكم في فتره الصيف عن فتره الشتاء؟ يعني ممكن يكون في اختلاف على حسب الموسم بس والاجواء، انت عارفه الاجواء، مرات يكون يعني في الملاعب الرياضيه، احيانا يكون على شواطئ البحر، او يكون مثل ما انت شايفه ملاعب الصابون، او يعني يكون في مجمعات التجاريه. في البداية كابتن بدر نبي نعرف أنت تقوم بتدريب أي فريق من الفرق اللي موجودة هني؟ أنا فريق اسمه فريق محوم خلف الشنفة. نعم، أنت تقوم بتدريب هذا الفريق، بس كلمنا شلون شاركت يعني في هذه البطولة؟ نبي نعرف. والله غوينا إعلان من الهيئة زين، وطوشوا حطوا إعلان بالهيئة أن في مشاركة بطولة شاطئية، والأمان الهيئة العامة للرياضة إحنا عارفين إحنا بالصيف دائما يسوون بطولات وايد زين، ففي بطولات غدم، في بطولات سلة، في بطولات طائرة، في ملعب صابون، في شاطئية، فأشكر لجنة المنظمة والشباب القائمين عليها الأمانة، مجهود يعني جنود مجهولين، مجهود واضح والاهتمام بقطاع الناشئين والأشبال. نعم، فأحب أشكرهم وما قصوا، قاعد تعرفين في ناس قاعد تسافر، في ناس ما قاعد تسافر، قاعدة بالكويت، فقاعد يلهون الناشئين والاشبال بهالبطولات الحلوه، ويعطيهم الف عافيه، وشاكر لكم انتم بعد ما قصرتوا. نعم، يعني كابتن بدر نبي نعرف يعني قوانين كره قدم الصابون، يعني هل هي تختلف عن كره القدم العاديه؟ ولا يعني انا بعرف انت لما تدربت، هل عندك فكره بهذه اللعبه لها قوانين معينه؟ لا والله احنا الامانه دائما نلعبها، يعني هي لانها ما لها اصلا لا دوري ولا مشاركات يعني اتحاد وكذي، لان فاحنا مشاركين يعني احنا دائما نلعبها وناسه، فالامانه قاعد نستفيد من قوانينها، يعني في حكام، في تنظيم، شيء رائع للامانه معي، قاعد نستفيد، اللاعبين قاعد يتعلمون، اللاعبين قاعد يتعلمون من يعني النظام، والنظام يعني نفس يعني النظام، كل بطوله لها نظامها، فهي لها نظامها الخاص. نعم، يمكن في بعض اولياء الامور يخافون ان يعني ابنائهم يشاركون في كره قدم الصابون، يعني انت عارف يخافون يطيحون، يزلقون، ينكسرون، هل لك تكنيك معين في التدريب بحيث انك تحافظ على لاعبينك؟ والله للامانه احنا ما تدربنا قبل هالمره، يعني احنا نجي نلعب وناسه، حق يعني الحق ان فيها اصابات ملعب صابون، بس لما انت احنا جايين نستانس، هي بطوله وديه واحنا جايين نستانس، فاحنا دائما نوجه اللاعبين نعلمهم لا تطيح سلايت على صاحبك، العب شوي شوي، شوت قبل اي لاعب، لا تطيح سلايد قوي، لان تعرفين ملعب صابون فممكن يزلق اللاعب ويطق في جو ويعوره. شلون لقيت اقبال الناشئين والشباب لهذه البطوله؟ تحس في اقبال وحابين يلعبون هاللعبه؟ انت شايفه الجو حا
مع وموت رطوبه واحنا على البحر معاي، فاقبال يعني شكل كبير تشوفي بعد الجمهور، شوفي الفرق المشاركه ما شاء الله، يعني انا قاعد اشوف 24 فريق والكل موجود. يعني انا اللاعبين قلت لهم قبل اسبوع في بطوله، كل يوم يدقون كابتن متى البطوله، كابتن متى البطوله، فحابين لانهم اصلا قاعد يحجزون ملاعب، فما بالك اذا في احد منظم لهم هالشيء هذا. أود ما ثاني واشكر الهيئه العامه للرياضه والقائمين على هالبطوله واهتمامهم بالاشبال والبراعم، يعطيهم الف عافيه. فعلا، واحنا بعد ايضا يعني نشكرهم، خصوصا ان الشباب في فتره العطله الكبيره طاقه، وهذه الطاقه لابد ان تستثمر بشيء يعود بالنفع لهؤلاء، فيعطيهم فعلا الصحه والعافيه. كلمه اخيره حاب توجهها؟ احب اشكركم اول شيء انتم على التغطيه، احب اشكر اللجنه المنظمه لاهتمامهم، دائما اقول بالاشبال والبراعم شيء كبير، قاعد ياخذون وقت اتفاق اللاعبين. حلو، الله يعطيكم الصحه والعافيه. وما قصر. كلمه اخيره للمشاهد او اولياء الامور، شنو تقول لهم؟ انا انصحكم ممارسه الرياضه، انصحكم متابعه برامج الهيئه العامه للرياضه، لان عندهم برامج بجميع الالعاب مو بس كره القدم. للامانه انا مشارك بكذا لعبه، الله يعطيهم العافيه، قاعد لهي عيالنا بهالبطولات. خصوصا استاذ بدر او كابتن بدر، يعني انت عارف الشباب احيانا يلجؤون انهم ياجرون ملاعب علشان يلعبون، هذا الحين متوفره مجانا. بطولات قاعد ينظمون بطولات، قاعد يعطون جوائز معاي، قاعد يخلقون جو المنافسه حق اللاعبين. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه، كل الشكر لك الكابتن بدر الشمري، عضو مشاركه في تدريب الناشئين في كره قدم الصابون، عساك على القوه، يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيكم العافيه، وانتم بعد مشكورين وما قصرتوا على التغطيه. وأيضا نلتقي مشاهدينا في أحد اللاعبين أو مع أحد اللاعبين في كرة قدم الصابون للناشئين، معنا اللاعب سعد العجمي، حياك الله. الله يحييك، يحييك. سعد، أول شيء قول لي شلون عرفت بهذه الفعالية وشاركت فيها؟ من الأكاديمية اللي مشارك فيها أنا، حطوا إعلان وقالوا لنا بلاعبين، وبما أنه ما في أشياء نسويها بالصيف وشاركنا فيها. شاركت فيها، إنزين. أنت مختار رقم 10 ولا هم اختاروا لك الرقم؟ لا أنا اختاره. شو معنى؟ أحب الرقم. اكيد تحبه لانه يمكن في لاعب معين رقم 10؟ لا احبه. تحب رقم 10؟ مواليد شهر 10؟ اي نعم. عموما انا يعني سعيد اني اشوفكم هنا قاعد تلعبون ويعني تقضون اوقات فراغكم بشيء مفيد. لما فكرت انك تنتسب لهذه البطوله كلمت الاهل؟ كلمتهم وخذت موافقتهم ووافقوا. من يجيبك؟ ابوي يبني. يعني ايضا الابو مساهم او الوالد الله يحفظه مساهم في انه يخليك تشارك في بطوله مثل هذه، ابي اعرف شنو مستواك في اللعبه؟ الحمد لله زين. قولت؟ اي نعم. كم قول؟ واحد. اليوم فعالياتنا في برنامج آفاق شبابية بصراحة فعاليات وايد ممتعة، خصوصا بطولة كرة قدم الصابون للناشئين. عموما هذه دعوة أكيد لمشاهدينا اللي حابين ينضمون لهذه البطولات وهذه الفعاليات، بصراحة فرصة خصوصا نحن في عطلة العطلة الكبيرة، العطلة الصيفية الكبيرة. عموما بكذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آفاق شبابية، لين نلاقيكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، نقول لكم في أمان الله.
الله.